افتتاح محطة تحويلية للكهرباء في مديرية البريقة سيسهم في التخفيف من معاناة عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تعيش مناطق عمران وفقم وصلاح الدين مشاكل متعددة بسبب تردي خدمة الكهرباء. وفقنا للمحطة التحويلية صلاح الدين عمران، والتي تقوم بنقل الأحمال من 33 ألف كيلو وات فولت إلى 11 ألف كيلو فولت، وهذا معناه يعني بالنسبة لنا في البريقة تخفيف لكثير من الانقطاعات التي تعاني منها المديرية. المحطة في صعدة في البريقة تتحمل فوق طاقتها، وكان دائما يؤدي إلى انقطاع. يعتبر هذه المحطة ستخفف عن مشاكل الانقطاع في البريقة إلى درجة 70%، وتم هذا العمل في وقت صعب، وقت الأحداث التي صارت، لكن استمرت المديرية واستمر عمال الكهرباء في إدارة النقل مشكورين. تزايد عدد السكان والتوسع العمراني خصوصا العشوائي في مديرية البريقة سبب اختلالات واضطرابات في منظومة شبكة الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى اختلالات وعطل عكر حياة المواطنين. صلاح الدين، عمران، فقم، كذلك هناك مناطق شاسعة، هذه المناطق دائما ما يعني ينتشر فيها السكان، أضف للنازحين. يعاني السكان هنا من خسائر كبيرة وتلف للكثير من المعدات والأجهزة الكهربائية المنزلية بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعودته بجهد كبير بشكل مفاجئ. أول كهرباء 220 وات، عندما تجي عندنا فوق 250-260 وات، تروح المحولات، تروح علينا حق الشواحن هذه، حق القوالات، تروح علينا حق المنظمات، حق الثلاجات، من بعد الكهرباء انقطاعها وذهابها يعني مستمر، لكن بالصيف احنا هم حق الصيف. ثمة مخاوف كثيرة تهدد سكان مديرية البريقة حول تحسين خدمة الكهرباء وإيجاد حل دائم، خاصة وهم مقبلون على فصل الصيف، ما يزيد من الحاجة إلى الكهرباء. ليبقى السؤال، هل ستمثل المحطة التحويلية المنتظرة حلا دائما، أم أن هذا الصيف سيكون كسابقه؟ افتتاح محطة لتوليد الكهرباء في مديرية البريقة لمنطقة عمران وصلاح الدين وفقم تعتبر بارقة أمل للمواطنين، فهل تحل من مشكلة الكهرباء خاصة في فصل الصيف؟ حنين جمال، بلقيس، عدن.